على صوت اليهود، على صوت امي وهي بتقول لي ما تخافش ما تخافش، اليهود اجوا عنا على البيت. شفت اللي هم بيزيحوا بالكنبيات وبدوروا وراهن، كموني وصار يقولوا ما تتحرك ما تتحرك. انا رحت بطلت اتحرك، قعدت على الكنباية، صرت استنى فيهم تمنهم يخلوني اخرج، ما خلونيش اخرج حوالي ساعة ونص ولا ساعة. زهقت انا، رحت على الكنباية نمت. لهنا انا ما شفتش اشي. صحيت من النوم على صوت ابن عمي بيقول لي اعتقلوا اخوتك اعتقلوا اخوتك. رحت اشوف ما فيش حدا في الدار غير امي وبس. انهم اخذوا اول واحد محمود من ولادي، اخذوا لابس شرط وشباح بس يعني، واخذوا معصب ومكلفش. من هنا حكينا لهم انه خلينا يلبس يعني مرضيوش، بس يلبس او ياخذ معاه قطعة اشي يعني اواعي انه ياخذها معاه مرضيو، لانه لابس شرط شوية وساع يعني. واللهم صل على سيدنا محمد. وثاني واحد كان أحمد، هذا أنا ما شفته، لأني شفت آخر واحد لما طلعوا من الدار اللي هو محمد. محمد توضى قبل ما طلع، لأني شفته سبك لهم جفوت على الحمام وتوضى وظل طالع، هذا اللي شفته. بس حكى للضابط إنه أنا بقول له يعني صرت أدعي لأولادي اللي هو كله، وأنا بحبهم بدي عشان بحبهم بدي أخليهم يظلهم ملزقين في جنبي. قلت له الله اللي بحبهم إن شاء الله، كلمة هو واضح إنه الله اللي بحبهم.